يتألف الشاعر ليتحدث عن مريم التي بداخله. تنأى الوساوس بي وتودعنا السماء رفاة نطفتها وتنكرني الغيوم. تجربة شوق بزاع شهدت مراحل وتحولات، لكنه ظل أميمنا لمنبعين لا ينضبان، الأنوثة والريف. أنيق بربطة عنق، لكن مهلا، المظاهر خداعة، والوهلة الأولى لا تكفي لصبر أغوار شاعر مثله. هذه القيافة التي لا يقوى عليها إلا مبدع، تخفي وراءها صعلوكا حالما ومراوغا ينصب فخاخه لقرائه عند كل مفترق. شوق بزاع شاعر إن ألقى عصاه صارت قصيدة تسعى، تسعى تحت الجلد وفي نسغ العظام. وللتذكير ببعض محطات مسيرته الحافلة، فقد عمل في التدريس خلال الثمانينيات، ثم رأس تحرير القسم الثقافي في جريدة السفير في العام 1992، أعد برامج إذاعية وساهم بقصائده في التحفيز على الصمود إبان الحصار الإسرائيلي لبيروت في العام 1982. له مساهمات كثيرة في أبرز الصحف العربية، والأهم من هذا كله دواوينه الشعرية 18 وكتاباه النفريان. نال جائزة وبردة عقاض للشعر العربي سنة 2010، وجائزة سلطان العويس في العام 2017، وسام كمال جنبلاط 2010، ووسام فلسطين سنة 2017. سعداء اليوم بتكريمك أستاذ شوقي، المنبر لكم. مساء الخير، مساء الحب،